اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من سلسله حلقات البيزنس انسايتس بتاعتنا. واحده من ضمن الاخطاء اللي بتفشل المشروعات وبتوقع اصحاب المشروعات الناشئه هي استعجال النتائج. واستعجال النتائج على طول لما بتبص عليها كده هو انعكاس لعدم التخطيط المسبق، وعدم التخطيط المسبق انعكاس لعدم دراسه السوق ولا دراسه الزبون ولا دراسه المنتج والخدمه بشكل جيد. لذلك من المهم جدا ان انا قبل ما اخش اي سوق او ابدا اي مشروع ان انا ادرس الاحتياج ووائم هذا الاحتياج مع المنتج او الخدمه، واعرف ايه هي المايلستونز بتاعتي او هي المراحل الزمنيه بتاعتي. من ضمن المراحل الزمنيه بتاعتي مش بس دخول السوق، ولكن انتاج المنتج نفسه وتجهيز الخدمه نفسها واختبار المنتج والخدمه وهكذا. لو عندي خطة جيدة هعرف امتى المراحل بتاعة التطوير ومراحل دخول السوق ومراحل توقع النتائج الأولية ومراحل توقع النتائج على المستوى الطويل المدى هيحصل. خلي بالك، الخروج من السوق في وقت مبكر أو في وقت غلط عامل بالظبط زي كورس الأنتيبيوتيك أو كورس المضاد الحيوي. لو وقفت في نصه الخسارة بتبقى فادحة. يومكم سعيد، دكتور أحمد صالح.